السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل صوص النودلز الحار بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتكلفك كتير، ومكوناتها موجودة عندك في البيت. ويلا بينا نحضر الصوص بتاعنا. دلوقتي انا جبت كوباية فاضية عشان احط فيها الصوص بتاعي. اول حاجة عندي هجيب معلقة بابريكا، اهو معلقة بابريكا هحطها في قلب الكوباية، وبعدين هجيب معلقة شطة اهي واحطها، واضيف نقطة صويا صوص نقطة بس، وهضيف لهم دبس الرمان، وعندي هنا هو كيس كاتشب، وهضيف نقطة زيت صغيرين، وهقلب الخليط بتاعي. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ اهو دلوقتي هروح اعمل الاندومي، وبعدين هنبقى نضيف الصوص ده عليها. دلوقتي انا جبت الحلة بتاعتي وحطيت فيها شوية مية وولعت النار عليها، ودلوقتي هجيب الاندومي واحطها في قلب الحلة. وهستنى عليها اما تغلي شوية. دلوقتي المكرونة هي غليت معانا، هاخدها اصفيها من قلب المية وارجع لكم تاني. دلوقتي اهو انا خدتها وصفيتها من المية بتاعتها خالص، دلوقتي هحط الزيت بتاعها. بعد كده هبدأ احط البهارات بتاعتها، حطيت البهارات، دلوقتي هحط الصوص بتاعي. هبدأ أقلب كده، طبعا زي ما انتوا شايفين لونها خلاص اتغير معايا خالص. دلوقتي هاخدها واحطها في قلب الطبق بتاعي. خلصت، شايفين لونها عامل ازاي؟ اهو. وطبعا انا بنصح الناس اللي ملهاش تقل على الشطة بلاش تجرب تعمل الصوص ده، لان مش اي حد هيقدر يستحمله لانه بجد خطير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ولو انتوا جداد على القناة ياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.